قاسم العرجي لا ما عنده هذا الاحتقان، منفتح وبسيط ومرن، وتعامل مع مخيم الهول بطريقة بصراحة أنا أيد لما ذهب له، يعني يحاول أن يعيد اندكاك وتوطين بعض من هؤلاء، أنا لا أقول لك دمجهم بالمجتمع ولا إعادة اندكاكهم بالمجتمع كما تفضل دكتور قصي، لكن بطريقة إيش نحتاج؟ نحتاج كل توفير أرضية، نحتاج إلى الأمم المتحدة مو تتبرع، كن تجيب لنا تبني مجمعات وتهيئ لنا ظروف مناخية، تهيئ لنا ظروف بيئية، تهيئ لنا ظروف تعليم تربية، تهيئ لنا الأمم المتحدة يهيئ لنا أموال يرصدوا لنا أموال، وإلا تجي أنت 1600 جابوهم قسد بيوم واحد نقلوهم للعراق، تم محاكمتهم، لا أحد من هؤلاء 1600 إلا ما رحم ربي ليس لديه موبقة مع مع فرد من أفراد الشعب العراقي، وأنا متأكد لو تبحث في كل واحد تلقى قاتل لو عمك لو خالك لو بعيد، لذلك هؤلاء هم مخيم لهم. مخيم لهم شنو خطورته سيادة الفريق حقيقة يعني وإحنا رجعنا 600 عائلة عراقية. الأخ سيد فاضل برع في تفسير للأمور في مخيم الهول، لكن حقيقة ما عندنا فت خطة استراتيجية، ذولي يسموها غسيل الدماغ، ذولي أدمغتهم مغسولة ضد الشعب ضد الدين ضد الكذا، ويشعرون أنهم هم الحق والبقية باطل. طيب. وخصوصا الطفل في أول عمره أول 5 سنوات، هذا العلم أثبته يعني مو أنا، يحمل كل ما يتعلمه من عائلته ومن أهله. طيب. ولذلك في رأيي أولا إحنا بعض الدول ترى الغربية رفضت استلام عوائلهم المنتمين إليهم، تبروهم مصنع دولة جاهز فرنسا وغيرها، مو إحنا نقول دول متطورة وإنسانية وكذا، لا. طيب. ما عندهم هالشيء، رفضوا استقبال دولي من قصد أرادت أن خطورة دولة السطور عائلة دخلوا، ولكن في العراق حقيقة ماكو برنامج لذولي يعني رجعهم إلى وضعهم الطبيعي وإلى فكرهم الطبيعي، حتى المرأة عندما تصرح، أنا لاحظت بعض النساء في المخيم يعني صرحن بحقد رهيب ضد الإسلام وضد الشعوب، ولحد الآن هم يحملون فكرة الانتقام من المجتمع. ففي رأيي أولا هذه أجزئ هذا المخيم، لأنه من يجتمعون الجميع يكون هناك تواصل ويكون هناك تبادل الأفكار وتبادل الرأي، إضافة لذلك يجب مثل ما ذكر الأخ سيد فاضل أسوي لهم مجمعات يعني سكنية قادرة على احتوائهم وقادرين على أنه بالتدريج نغير هذه الأفكار التي يحملوها حتى ندمجهم بالمجتمع. نعم، ولكن هذه صعوبة كبيرة تحتاج إلى خبراء وتحتاج إلى دراسات معمقة، وليس كما يحدث الآن ونتركهم على حالهم. ففي رأيي هؤلاء يجب أن يكون هناك برنامج علمي مدروس، ويجب أن الدولة تخصص لمبلغ من المال لتحويل هؤلاء إلى أشخاص صالحين، ولكن في رأيي يحملون الفكر ويحملون الخطورة باستمرار، ولا نعلم متى عندما يكبرون أيضا احتمال يصبحون مجرمين ضد هذا المجتمع ويقومون بهذه العملية.